أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الحدث أقدمها لكم مباشرة من قناة المغاربية. قال وزير الداخلية الجزائري نوردين بدوي في ندوة صحفية بالعاصمة إن الجزائر دولة القانون ودولة الدستور. جاء ذلك خلال تعليقه على اقتحام الأطباء المقيمين المحتجين منذ أسابيع طويلة على وضعية اجتماعية اقتصادية يعانون منها. إذن الأطباء المقيمون في الجزائر يكسرون الحظر المفروض على المظاهرات السلمية في العاصمة الجزائر. بدوي في ندوة صحفية يستعرض القوة الأمنية، يهدد، يتوعد ويذكر الجزائريين بعشرية الدم وعشرية العشرية السوداء أيضا. إذن تصريح لوزير داخلية يثير الكثير من الجدل ويطرح تساؤلات حول مدى قانونية ومدى دستورية النظام، السلطة، الدولة. كل هذه التعبيرات التي استعملها وزير الداخلية بدوي، تصريحات أيضا أثارت استهجان الكثير من الحقوقيين والمحامين والذين سيكون بعضهم ضيوفا لنا في هذه الحلقة. تصريحات أيضا أثارت استنكار العديد من الضحايا، ضحايا منظومة يعتقدون بأنها لا هي منظومة القانون ولا هي منظومة الدستور. للحديث حول هذا الموضوع أستضيف مجموعة من المهتمين بشأن القانوني وأيضا بعض من وصفوا أنفسهم بأنهم ضحايا هذه الدولة التي وصفها الوزير بدوي. ينضم إلي عبر خدمة سكايب السيد العربي الزويمية. أرحب بك سيد العربي الإعلامي الجزائري والمحلل السياسي. لماذا ينزعج المحامون، ينزعج بعض الحقوقيين من تصريحات بدوي بأن الجزائر هي دولة القانون ودولة الدستور؟ السلام عليكم أزول فلاك سي سليم. باسكو لأنها جوك، هذا يمزح. هذا دولة القانون، الجزائر دولة القانون، الجزائر ليست دولة القانون. الجزائر سي اون فويوكراسي، سي اون مافيوكراسي. حلفت على ذاك، هو دارت اليونس على البلد هذا باش تسيليلو باش تهلكلو الاسم تاعو. دولة القانون، واش هو دولة القانون؟ دولة القانون هو أن الناس من حقها باش تدافع الصالير نتاعها. الناس من حقها باش تليبيري العاصمة، لا كولوني ألجي هذيا، كولونيا ألجيروم هذيا، للستلمنت هذا، للستلمنت هذا، المستعمرة نتاع الجزائر العاصمة لازم تحررها وتمانيفيستي في إطار سلمي وشرعي على حقوقها ولصالير نتاعها. سي سا ليتا دو دروا. إذا كانت تحرم جزائريين من حقوقهم، تحرم الجزائريين تحب تعقب عليهم لابيليل، تحرم الجزائريين من ما يعني باش تريبلهم باش تهدم لهم المصير تاعهم، سي كوا سيت ايتا دو دروا. وخاصة هذا اللي فابريكي قلبه وزير الداخلية وتسيره في ولاية سطيف قسنطينة. وليكوني لا علينا، نحن نقول أن من حق الجزائريين باش يدافعوا عن الكرامة تاعهم، من حق الجزائريين باش يدافعوا عن الحقوق نتاعهم الاجتماعية والمالية. العمال لوين يكونوا، لي ريزيدون ميدسان ريزيدون، لي زونسينيون، لي فونكسيونير، لي العمال تاع الشركة الوطنية، لي روتريتي، تو لي جون اون لو دروا. لأن فقط حنا مشنا في الحرب العالمية الثانية ونفرضوا على الجزائريين فود ستامبس، ولا نفرضوا على الجزائريين لا راسيون، قال الغل نضحوا كل. إليا دي مونتون كي اون تيتي بيي، هناك مبالغ ضخمة ضخمة وضخمة جدا سرقت من هذا البلد، فليأتي بالأموال التي سرقت من هذا البلد ولكل مقام مقال. نعم. بعد قضية ذلك. نعم، قضية العاصمة هنا نحن نتحدث أيضا على دولة القانون. الوزير الأول ويحيى يقول ممنوع التظاهر في العاصمة لأنه احنا ما نعرفوش نتظاهروا بطريقة سلمية، وذكر الجزائريين بما حدث في 2001. يعني أيضا من مسؤولية الدولة قال الحفاظ على الممتلكات وعلى أرواح الناس. ما دام التظاهر في العاصمة يؤدي إلى الاحتكاك ويؤدي إلى ربما فوضى، هو قالك من حقنا أنه نحمي المواطن في العاصمة. هذا وش قال ويحيى؟
هذا أبو يحيى الذي قال هكذا. نعم. يعني هاك تشوف سي سليم، يعني ما عندناش تحليل يعني. هذا يا ست، هذا يا تاع لاراندي، هذا يا ست فيرنين، هذه يا فابريكي دو توت سور دو ساليسور، هذه يا لي بالايور هذوما لي شنابون غالابيا. هذا ويحيى، ويحيى الكبس، ويحيى الصفاقه والفجور السياسي الرعاله، ويحيى التدجيل والتخرص الاعلامي، ويحيى الخديعه المخادعه والخداع. واش بقاو يهضر هذا ويحيى؟ لي زالجيريان او لو دروا دو شانجي سو غوفرنمون. ce gouvernement هذا يا فابريكي بار كالكالي جينا في 99 نوماه العربي بالخير، الذي وعدنا، الذي قال ما قال، تصور تاعو بارتو، ولكنه فتح الباب لكل اللصوص، فتح الابواب الفالكون، فتح الابواب البجاوي. كيس كي سي باسي في لوتوروت، كيس كي سي باسي في لي بور، في الهيدروليك، كيس كي سي باسي في لي تران، كيس كي سي باسي في المسجد الكبير، في لاير الجيري، في لاكلان، توت سورت دو بروجي، في الفلاحه، في لي فون هذوما تاع لا ستيب، في لي فون كاملين. وماذا وقع؟ وقعت سرقه لا تقدر، ما تقدرش تكالكليها. نعم. احنا نشوف، لكن ما عندناش دليل سي العربي نقولوا ماذا وقع. هو يقول لك يعني، والمسؤولين على رأسهم يحيى ووزير العدل، قال هناك دولة تكافح الفساد، والدليل على ذلك أنه أولا الصحف تتحدث عن ذلك، والمحاكم الجزائرية تعالج قضايا فساد، والصحف الجزائرية تنقل أنه في المحكمة الفلانية فات الدوسي الفلاني تاع الفساد تاع اختلاسات. يعني يبقى أنه كاين تحرك، ليس كذلك؟ يا سي سليم، برك هالعباد هذوما، انا نقول لك بصراحه ما عنديش تحليل عليهم، سا سابليك با عليهم يا خويا. 178 كيلومتر دوتوروت في الهندوراس مع نفس الشركه اللي دارت في الجزائر، سي 476 مليون دو دولار. الجزائر 912 كيلومتر، نصها ما كملش من جويه الذرعان حتى الحدود، لانه يحقر جماعه الطارف، يحقر جماعة عنابة، يحقر جماعة ذوكا سوق هراس وقلمة. هذو 912 كيلومتر من نشفي أشبهوا منها غير 800، ما با 700، كلات لنا قداش 6 مليار دو دولار. تو العجب يا أخي، نعت لي حاجة برك، نعت لي قطاع يمشي مليح، نعت لي واحد جابه بوتفليقة مليح. فو ديبونسي، سبحان الله العظيم، مي با بوسيبل، فو ديبونسي 1000 مليار، 1000 مليار ديبونزيها وتجد نفسك في بجاية 0.79 ميجا بايت سكوند. حتى في الجابون ما كانش لي تواليت تاع الكارد تاع فيلادلفيا، سي 82 ميجا بايت سكوند. كل لي سيكتور، كل لي سيكتور، تو لي سيكتور، الجامعة حبست، الطبك على بالك واش واقع في السبيطارات، توت سورت دو دانارشي. عم بالك فتح الباب على مصراعيه لكل الشركات سرقتنا. Tous les gens ont vendu en Algérie. Oui, j'ai واحد il a le culot qui Ouyahia هذا باش يهضر. واحد كيما Ouyahia مازال يهضر. الهضرة المليحة Ouyahia. اخرج. اخرج. Va te faire une soupe de fèves بعيد. C'est ça الهضرة المليحة. سأعود إليك حتى نفهم وشني هو المظاهر اللي أنت تشوفها في الجزائر وتدور في مدن الجزائر لتفند كلام بدوي بأن هذه الدولة ليست دولة القانون وليست دولة الدستور. أذكر فقط مشاهدينا الأعزاء أنه المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية صنفت في هذا العام 2017 الجزائر في ذيل الدول فيما يخص حقوق الإنسان، وكان آخرها تقرير Human Rights Watch. ينضم إليها الأستاذ الطاهر بن الأخضر، المحامي والناشط الحقوقي عبر الهاتف من الجزائر. الأستاذ الطاهر، لماذا ينزعج المحامون وبعض الحقوقيين من كلام بدوي بأن الجزائر هي دولة ودولة الدستور؟ أستاذ طاهر، انفصل الخط مع الأستاذ طاهر. ينضم إلينا محامي آخر، الأستاذ عمار خبابة، المحامي المعروف وأيضا الناشط الحقوقي والسياسي. أستاذ عمار، انزعاج كبير من طرف كثير من المحامين من هذه الكلمة القوية اللي بدوي يقول أنه الجزائر هي دولة القانون ودولة المؤسسات. لماذا هذا الانزعاج؟ نعم، لم أسمع مليح السؤال. حول كلام بدوي، بدوي يقول الجزائر هي دولة القانون ودولة المؤسسات،
تصريح أزعج الكثير من الحقوقيين ومن المحامين وعلقوا عليه في شبكات التواصل الاجتماعي. لماذا هذا الانزعاج من قول بدوي بأن الجزائر هي دولة القانون؟ انزعاج لأنه قول غير حقيقي. نعم. لأنه يغطي في الشمس بالغربالي يقول كلام صح ممكن يعني قال ربما لو كان قال باللي نسعى أننا نعمل على في إطار أننا نوصل إلى دولة القانون، أما به يقول باللي أرنا في دولة القانون هذه ما زلت يعني بعيدة علينا. هو الخطاب لما يكون واقعي ويعبر عن 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 يعني الحالة كما هي، فلا أعتقد أنه يجد من يعلق عليه أو ربما يتخلق منه. ولكن لما يتكلم كيفاش أنت دولة القانون وتمنع الأطباء من وقفة، تمنع الأساتذة من التعبير أنهم لهم مطالب وحابين يديروا وقفة، وتمنع وغيرهم من النشطاء، تنزل ترسانة تاع قوات الشرطة من أجل وقفة تعطل مصالح الناس وتجار معطلة ومقاهي مغلقة ومحلات تجارية مغلقة ومصالح الناس والمترو مغلق. كان يتعين مثلا أنه تفاهم مع هؤلاء مع هذه الفئة، قال لكم مكان تقفون فيه وتقدمون فيه مطالبكم لمدة ساعة ساعتين، ونتفق أنكم مثلا تتركون المرور وغيرها مسائل أخرى. يعني يعني هل 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 يعني أستاذ عمار، أستاذ عمار، هل هناك مظاهر حقيقية أنت تعيشها كمحامي في خلال مرافعاتك في المحاكم الجزائرية؟ هل هناك عينات لانتهاك لهذا المفهوم، هذا دولة القانون ودولة المؤسسات؟ طبعا هو احنا عشنا مثلا القضايا اللي كان فيه تدخلات. نعم. يعني مثلا قضية تاع احزاب سياسية، قضية نقابات، احنا عايشين مثلا كاين ملفات يعني تحس يعني مش غير تحس يعني تعاين، وانه في هناك في تدخلات وهناك يعني مرتبطه بالموقف السياسي وب يعني معناه انه مثلا اذا كان في اشخاص ما همش يغردون خارج السرب، فالعدالة مع الأسف يعني تصدر أحكام يعني ضدهم. وإحنا نشاهد مثلا الآن في قضية الإضرابات توظيف العدالة فيما يتعلق بالإضرابات وغيرها من الأمور، مثلا في القضايا التي شهدناها نتاع الاختلاسات ونتاع الرشوة واستغلال النفوذ وغيرها. شفت مثلا والصحافة كانت تنقل من الذي مثلا أمام العدالة، يقولوا احنا عندنا في الشارع يقولوا يعني غير الحوت الصغير. نعم. الحوت الكبير ما يحضرش يعني. صحيح. يعني المستويات العليا لحد الان نحن مثلا في قضايا سوء التسيئه الاختلاسات وغيرها. من يمثل على نصل في المستوى مؤخرا فقط الفضائح التي وقعت في قضايا تاع الانتخابات. وأينما الذين مثلا تحدثت عنهم الصحافة وأنهم متورطون وغيرها. إذن فلما نقول بأننا نبني دولة القانون، أننا نحاول وأننا نرسي بعض الدعائم في إطار دولة القانون، هذا ممكن صحبها تجي يعني تتعنطر تقول بلاني في دولة القانون وراي دولة القانون. جميل. دولة القانون لا. اللي نعم نعم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمار خبابة المحامي والناشط الحقوقي على هذه الشهادة، في انتظار أن ينضم لنا الأستاذ طاهر بالأخضر. العربي زويمية، مظاهر حقيقية لتفنيد يعني ما قاله بدوي، يعني لأنه بدوي يقول أنه كل هذه الترسانة الأمنية هي للحفاظ على القانون في النهاية. وزير داخلية يتحدث بهذه اللغة يعني، ويحيى يتحدث بلغة أخرى، يقول بأنه استطعنا لأن دولة مؤسسات، المؤسسة تمشي، الرئيس مريض ولكن المؤسسات تمشي كما قال الولد عباس،
واستطعنا أن نتفادى انزلاقات وقعت فيها دول أخرى منذ 2011، لأن الجزائر هي دولة مؤسسات. بس راح نقول لك يعني في الهدرة نتاع الناس هذوما، يعني هم انا نقول لك ما نعطيهمش يعني حقيقة، يعني اوفون دوما ما نعطيهم حتى قيمة. لان الناس هذوما يقول لك ربما فوالا خلونا نخليوها البلاد هذيا. ما تنساش باللي 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 لا باز، يعني كي تشوف انت لا باز كافيه لا كوربسيون تاع 100 مليار. لا كونتيفيكاسيون، نوعا ما لا كونتيفيكاسيون على المستوى الوطني تاع الداخل، بدون التطرق على الذين اتوا من الخارج او الشركات من الخارج اللي ارناكاتنا ديجا وسرقت لنا الصوار. نتكلموا برك على باز هذه، سي اون باز دو كوربسيون كو بيتيت تقدر 200 مليار دو دولار افيك توت فورشات بجميع الطبقات، من اللي سرق 4 دور ولا من اللي سرق باغ اكزومبل عطيت له رشوه باش يدير لك دو نيسونس، حتى اللي عطيت له باسوار باش يدبر لك سرير مليح في لوبيتال، حتى البجاوي ولا حتى شكيب خليل ولا حتى لي جون اللي حكموا دي سيكتور استراتيجي. لا يعني هالحجم نتاع لا كوربسيون يبين لك واش يبين لك. الحاجه الاولى باللي ما كانش عداله في الجزائر، باسكو كاين دي جون يقدروا يديو، كاين دي جون يقدروا يحلوا دي زونتربريز، كاين دي جون يقدروا يولوا دي زامبورتاتور، اي فوز افي بوكو دامبورتاتور، وكاين دي جون ما يقدروش، ولا دي جون كانوا مربوطين في الوظيفه تاعهم ما تخليهمش يستفادوا من الريع او يستفادوا من بعض البرامج الريعيه التي ساهمت في تجسيد وتمكين هذه السلطه من البركه. سي كلير. نعطي لاخي مثال، انا كنت في يعني مش نهضر لك انت حاجه يعني جاتني غريبه دوكا تاع انجستيس نتاع الوزيره هذه تاع التربيه. هذه الوزيره تاع انا نسميهم بكري سي لي زوبورتونيست دو غوش. تعرفوا لي زوبورتونيست دو غوش؟ نوريه بن غبريت. يضحكوا مع العمال ويلعبوها مودرن كيما روزا الكسندور بصح من تحت تاع الكحله. كيما ذاك جرين، كي تشوف جرين انت يحب يكسبلواتي لا ديموكراسي ولا ليبرتي ديكسبريسيون، يدي الديريكتور تاع ليبرتي ويروحوا لدار طاهر جاوس اساسيني. شوف من بعيد انت تقول شو علاقه طاهر جاوس مع جرين. جرين اللي مربوط بوتفليقه ومربوط لتحت تحت بجيزي. هذه بن غبريت. سي كلير سي نت. بن غبريت هذه عندها ولدها. كي غير ما نزال. قالوا يا تروفي اون بلاس ا نيويورك. مي تو تيماجين انت. يا اخي تهز هذه يا سيدي ترونسبوزيوها العمليه. هذه بن خبريت عندها ولدها دخل وزاره الخارجيه مع بدا في نيويورك. في نيويورك يعني تنفي يعني حتى لانه يقدر يقول لك واحد انه جزائري ككل جزائري دار كونكور ونجح يعني هل شرط لانه ولد وزيره ما يقدرش ينجح في حياته ويصبح اطار عفوا في وزاره الخارجيه ويروح نيويورك؟ لا احنا مشنا في الولايات المتحده كي بدا جورج واشنطن دار ارابونتور يكيل بالميطره قال هاي تاعك وهاو رزقك وهاو رزقك وهاو رزقك. الناس كل بدات المره الاولى. لا اخي انا كنت في دي كوتي دو باتنا على الاريير وراه خرج في الجبال تاع الشليه الاوراس. انا حيرني واحد السيد يعني كان المطر والثلج يعني ريفونون جي با بي الي اي شمول ريفونون فير بوحمامه شفت السيد هو وبنته يعني المطر والثلوج يعني سي برسك ا 15 كيلومتر دو بوحمامه. حبست يعني حشمت حتى الطفله باش تركب يعني لانها في التقري ومعها باباها يوصلها كل مره. قلت لها وين رايحه؟ قالت لك رايحين لبوحمامه. ركبتهم قلت لها اركبوا في بوحمامه ظهروا مش رايحين لبوحمامه رايحين اونكور بلو لوا. قلت له اني مقدم انا الخير شنو نزيد؟ قال لي هي ما حطني في قريه الشليه. زدت قدمت 15 كيلومتر 17 كيلومتر الشليه. لا الشليه لا مش في الشليه. قال لي انا اللي نسكن في الجبل ورايا بوز. قلت له ماشي طريقي ولكن والله. قال لي لا ما تروحش باسكو الجبل والثلج وطاح. قلت له نطلعك ما نطيح. ايش اللي راني فوزيما جيني ان في دبلومي دو لونيفرسيتي دو كونستانتين داكو دو لونيفرسيتي دو كونستانتين كي ا بلوس دونسيانتي كو ولد بن خبريت. قال تقري مسكينه مع باباها باسكو ما يقدرش يخليها دير ستوب وحدها ومنطم فيها كيش ما تحكم البوست وين في المساره اكيلكو بار تعمل 3 فوا ستوب كل يوم يعني. يعني ايماجيني لا كاباسيتي تاع العبد هذه يعني معلمه يضطر والدها يروح معاها ويدير معاها ستوب. انا قلت انت سميت مناطق
الناس كثير ما يعرفوهاش يعني، لو تقول لنا بالتحديد وين البلدية وإيش الولاية يعني؟ البلدية برا البلدية هذه في الحرب، في الحرب المعروفة في الحرب، باسكو سي لو باستيون تاع تاع بن بونعيد في الحرب، كي كان بوتفليقة يضرب التاي في باماكو وزاد يضرب كرم كلاصي في إيطالي، كانت الناس تحارب في بوحمامة، أوكي، وفي شمول، سي لو كور دي زوريز. هذه المنطقة ما وراء خنشلة كي نروحوا للمكتب ليس على الطريق العادية ولكن في الجبال تاع الأوراس في مرتفعات كبيرة يعني. هذو من الناس اللي ما عندهمش لاسونس باش يكونوا في ألجي بري دو ميليو، لأنه الدول الغبريت الانتهازية التي لعبتها ذات مرة أنها تحب مصطفى الأشرف، بين شتانا بين الثرى والثورية، مصطفى الأشرف ما يبعثش ولاده، ما يبعثش ولاده نيويورك هكا 10,000 دولار. هذو من الناس هذوما سي دونجور اون فان دو كونت. الناس اللي عندها برينسيب راح جابت إمام كذاب، لو بلو كذاب في الأئمة، ما كانش إمام كذاب وكذب، حتى قال لك أن المغاربية تفتح خطا بالمجان، يا أخي كذاب، ما يحشمش، كاش ما صدر الشارع بالمجان، يا أخي الناس تصرف من تليفوني بصواردها من هيك، وساعات أنتم تعقبوا، يكذب، واحد يكذب، الإمام لا يكذب، الإمام لازم يكون عنده استقامة، زيرو توليرونس معاه، يجيب تروح له هاني بن خبريط، علاه باش يدير الوساطة، علاه باش يدير الوساطة، باش يقول المعلمين ارجعوا، علاه يرجعوا، باش يبقوا يسلكوا كيما راه ولدها يسوبرمي دي زالي في الكونسيلا هذيك نتاع نيويورك اللي دوروا ما جابوه للبلاد، طيب دوروا ما جابوه للبلاد. نعم، سعود إليك. اسمح لي بيرميت عليهم شوي. نعم، معليه يعني الشيخ علي قال انه غلطوني وعطوني معلومات خاطئة. المهم سعود إليك سي العربي زويمية. ينضم إلي وعاد إلينا المحامي والنص الحقوقي أستاذ الطاهر بن الأخضر. أستاذ الطاهر، لماذا انزعجتم وانزعج الكثير من المحامين من قولة وزير الداخلية نور الدين بدوي بأن الجزائر دولة قانون ودولة القانون ودولة المؤسسات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحييك أخي الكريم وحيي جميع ضيوفك. أولا أصحح، أنا لست محامي، أنا أستاذ متقاعد، أستاذ علاقة لي بالمحاماة. نعم. الأمر الأول الذي أبدأ به هو التهنئة بمناسبة الذكرى السادسة لميلاد القناة المغاربية. نعم. وأثمن التغطية الخاصة التي برمجتموها بهذه المناسبة والتي أثبتت أن الجزائر والحمد لله تملك نخبة خيرة ومن جميع الاتجاهات السياسية والفكرية والتي يمكن التعويل عليها في إحداث تغيير المنشود إن شاء الله أخي الكريم. أما عن القول بدوي أن الجزائر دولة قانون، فأنا أطرح السؤال، هل الجزائر دولة وهل يسودها القانون؟ السؤال هنا لأننا لسنا أمام دولة، بل لسنا أمام شبه دولة حتى، وإنما نحن أمام جماعة متحكمة أمام كيان بعيد كل البعد عن مفهوم الدولة. الدولة هي مؤسسات، ولا توجد مؤسسات فاعلة في الجزائر بالمؤسسات الشكلية، والدولة دولة قناعة وقانون، ولا يحترم القانون في الجزائر أبدا. دولة تقوم فيها العلاقة بين السلطة والشعب على أساس الكفاءة، ونحن أمام دولة، أمام جماعة الأساس فيها الولاء، لا أكثر من ذلك ولا أقل. لذلك أخي الكريم أستاذ طاهر نعم أستاذ طاهر، أعطيني مظاهر شفتها، عشتها، تجربة عشتها تفند هذا الكلام. يعني ما نقدرش نقول البدوي الجزائر ما هيش دولة قانون لأنه هي دولة لا قانون هكذا، يعني في العموم هذه لا نستطيع أن نبرر يعني وضعيتنا. يعني إذا كنت أنت ضد كلام بدوي أعطيني حاجة من الأرض، من الأرض يا أخي الكريم. حينما ينص الدستور على حرية التعبير ويمنع الجزائريون من التعبير عن آرائهم في العاصمة، أليس هذا خرق للقانون ودليل عدم احترام القانون؟ حينما تتهم العدالة بعض الأشخاص النافذين في الدولة ولا يطبق عنهم القانون، هل هذه دولة قانون؟ حينما الرئيس مريضا ويريد إقناعنا بأنه في صحة جيدة مخالف للدستور، مخالف للمادة 102، هل هذا احترام للقانون؟ هل القانون يطبق على جميع الجزائريين على نفس الدرجة؟ إذا مظاهر عدم وجود القانون متوافرة في كل أركان هذه الجماعة التي تحكم الجزائر. ثم أقول أخي الكريم أن تصريح وزير الداخلية بدوي ذكرني بتصريح لوزير داخلية سابق، وزير داخلية جزائري سابق، حيث أدلى على أحد القنوات التلفزيونية الخاصة، سأله الصحفي السيد الوزير كيف تفسرون تجمع عشرات الآلاف من الجزائريين أمام المركز الثقافي الفرنسي يطالبون بالتأشيرة هروبا من الجزائر؟ فرد الوزير بغضب،
هؤلاء يريدون الهجرة إلى في طلب العلم، وطلب العلم فريضة. قال يجب أن نشكر هؤلاء الذين طلبوا الفيزا من فرنسا لأنهم ذاهبون لأن يتعلموا علما ينفعون به الجزائر. فقال له الصحفي: أخي السيد الوزير، ليس كذلك، بل هم وقفوا أمام المركز الثقافي الفرنسي هروبا من الجزائر. فهنا كانت الإجابة الغريبة التي أجاب بها الوزير السابق، حين قال: كيف تكشف لك؟ كيف؟ لماذا تعتقد أنهم ذاهبون هروب من الجزائر؟ لماذا لا تفترض أنهم ذاهبوا للعلم؟ أي أننا يجب أن نحل المشاكل بالافتراض، حيث قال له بالحرف الواحد: لو أننا افترضنا أنهم ذاهبون للعلم لانتهت المشكلة. وهنا يتضح أن النظام في الجزائر قد أنشد نظرية خاصة به لا توجد في العالم كله، وهي نظرية الافتراض، اختراع جزائري محض لا ينافسها فيه أحد. نظرية الافتراض تقوم على، بحسب الوزير وبحسب ممارسات النظام الجزائري، فعوض أننا نتعب أنفسنا في رفض الاستبداد نفترض أننا في الحرية، وحينما نتعب أنفسنا في القول أنها دولة لا قانون نفترض أنها دولة قانون، وحينما نتعب أنفسنا بالقول أن الرئيس مريض الحل هو أن نقول نفترض أن الرئيس بصحة جيدة. وهكذا أخي الكريم، من خلال ينقلون الناس من الواقع المتأزم الذي يعيش فيه إلى حالة افتراضية يجب أن يفترضها على كل جزائري، وبالتالي تنتهي كل المشكلة. اختراع جزائري واحد، نظرية الافتراض تقضي على المشاكل كلها وتخرج الجزائر من أزمتها. أخي الكريم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ طاهر بالأخضر، الأستاذ المتقاعد والناشط الحقوقي، على هذه المشاركة. كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر، أبقى في الجزائر، ومعي من هناك أخ الصحفي محمد تاملت رحمه الله، السيد عبد القادر تاملت. محمد تاملت صحفي جزائري لديه قصة اشتهرت في العالم، صحفي مقيم ببريطانيا ينزل إلى الجزائر يسجن ويموت في السجن، وتبقى أسئلة معلقة حول أسباب الوفاة. سي عبد القادر، أرحب بك في هذه الحلقة، ما قولك في خطاب بدوي وزير الداخلية بأن الجزائر هي دولة القانون ودولة المؤسسات؟ هل في تجربتكم وتجربة العائلة، عائلة تاملت، ما يدل على ذلك؟ السلام عليكم أخي. السلام. احنا هو كي قالوا القانون صح عنده الحق، انا شتاف خويا محمد الله يرحمه، الله يرحمه، نهار توفى ربي يرحمه، كان القانون مخدوم لهم، صح لينا لا في الزيارة، منعونا الزيارة تاعو، كي راحوا نصوروا ما ياخذنا نروحوا نشوفوه، اللي دار يطول الزيارة الاخرى تاعو في الحبس، نهار رحت نشوفه حبيت نقلعه باش يحبس لاكارت دو فان تاعو. طيب. كي شافوا كي يسمعوا في لابال تاعنا بدي يحبس لاكارت دو فان، كوباو له لابال باش ما تروح نجلو كارتون تاع باش نحيوه يصفيوه. ومن بعد كتب شكاوي لوزير العدل، كتب شكاوي للمجلس القضاء تاع الويسو، كتب شكوى للمدير تاع السجن تاع القليعة باش يعطوني مينيموم ساعة ولا نص ساعة. قلنا خويا باك يحبس قلب دوفا والو. ومن بعد من تماك حتى قبل نعود الزيارة حتى دخل كوما. كي راح نشوفه مرة 15 يوم، نهار ديكوفريت بلي مضروب في راسو من عود السيارة بتاتا، وكان أسطول حراسة اللي دور به تماك يعس عليه، فيه واحد 12 واحد كامل وما داخلين خارجين بالدخان بالشمة ببلاير تاع النيلو. ليجي تماك يدخل نورمال عادي، اوبيراوه في بلوك ماشي ديسانفيكتي. الطبيبة كي قالت لهم لازم ندخلوا البلوك ديسانفيكتي، قالوا لها لا قالها لازم ندخلوا معاه. عندها انسومان، رحت باش نديموندي دوسي ميديكال تاعو، واحد ما حب يعطيهولي ميسا ايكال تاع بلامين بالدباغين تاع مايو، اوبيطال مايو، حاوتني. الطبيبه اللي كان شادته بلا ما حاوزتني، قالت لي الدوسي هزوه ما كانش وقع هنا في السيرفيس، ما حبوا يعطيونا دوسي ميديكال تاعو، ما حبوا يعطيونا تقارير الحفظ، مقرر الحفظ تاع الشكاوي اللي قدمناهم، الاغراض تاعو تاع اللي كانوا في السجن عطاهم لنا ناقصين كي ديموا لنا حوايج، وقدمنا كوفي يومين عاد ما عطاهم لناش.
القضية أخويا ينتهكوا بها القانون كل طرق. سي عبد القادر وحتى يعرف المشاهد يعني لحد الآن نعم. مازال ما عرفتوش الأسباب الحقيقية للوفاة. ما كانتش الأسباب الحقيقية للوفاة. أنا أخويا ما عندوش مرض كرونيك، ما عندوش ديابات. أنا أخويا عنده الكولون، بروبليم دو كولون. هما بناو قال لك دار ماش عارف دار أو في سي، درنا له انترفونسيون. خويا مضروب للراس، تحجموا الدم في راسه. اوبيراو حاولوا هذاك الدم محجر وخلاوه في بلاصه ماشي ديسانسيتي حتى مات، تعمدوا باش يقتلوه. قديمو ندينا يعطيوه لنا حنا نجريو به، ندير له بلوك في الدار. مالو ما حبوش باش نشوفوه ما حبوش. سي عبد القادر التجأتوا للعدالة من بعد يعني بعد وفاة الله يرحمه، هل رحتوا للعدالة طلبتوا درتوا قضية؟ عندنا شكاوي قدمناهم ما حبوش يقبلوهم. مراكز ديال الاستفسار يعني قدمتوا يعني حتى نعم هذه نقطة مهمة حتى يفهموا الناس يعني. كثير ناس قالوا ترى ما مشكاوش ما راحوش العدالة، هل رحتوا رفعتوا دعوة قضائية وين وكيف؟ احكي لنا بالتفصيل. شوف 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 أخي، كاين أستاذ أيمن سيدهم تقدم شكوى ديموند الملف الطبي تاعو كامل، الأغراض تاعو كاملة وفتح تحقيق. تفاوني نضو. كاين أستاذ بشير مشي راح يقدم شكوى ضد وزير العدل بصفته كمسؤول أول على قضية خويا محمد. هو الحبس يمشي تحديده وداش راه تحديده، ما قبلوا لا شكوى ديفي ما قبلوهاش، ما حبوش يشدوها كاع. نعم. احنا انا نعم. محمد خويا دوك دارو رحت ليها لقيتها القشطه داولو كاع حاجه ما قعدت لهنا تبعونا ولا تبعونا باش ما طلاصو تاعو ما خلاوه. دوك لو كانوا راح تحوس عليه انا لي بوط بافي تاعو ما كانش. نعم. دوسي ميديكال في السبيطار هربوه ما كانش. نشكرك جزيل الشكر على هذه الشهاده سيد عبد القادر تمالت اخ الصحفي الجزائري محمد طمالت رحمه الله. نذكر بأنه صحفي جزائري معروف في الجزائر وكان مقيم في بريطانيا، يعود إلى الجزائر يسجن ويموت في السجن. وكما استمعتم إلى شهادة شقيقه، كانت هناك شهادات أخرى لوالدته أيضا بثناها قناة المغاربية تفيد بالانتهاكات الصارخة لدولة القانون اللي قال عليها سي بدوي. تنضم إليها عبر الهاتف من الجزائر ابنة الرائد عز الدين السيدة لاميا حجوتي. سيدة لاميا نسأل، وزير داخلية يقول باللي الجزائر هي دولة القانون دولة المؤسسات والجزائر يعني تحمي القانون وتحمي المواطنين، هل لديك قصة؟ وسمعنا أنه عندك قصة لزوجك ربما تفند هذه المقولة نتاع دولة القانون. مساء الخير الشعب الجزائري. مساء النور. تفضلي سيدة لميا. أنا نقول باللي الجزائر ماشي دولة قانون. زوجي تخطفوه وعذبوه ومات تحت العذاب وقتلوه ودفنوه وداو المستشفى على أقوالهم وقالوا بلي هذا إرهابي. يعني أنا الجزائر مش دولة قانون. لو تعطينا شوية تفاصيل يعني، احنا كنا أثرنا هذه النقطة في برنامج آخر طوب طروا مع زميل جمال الدين بشنوف، لكن لو تذكرين يعني من هو زوجك وشكون اللي اختطفوا ولماذا اختطفوه يعني؟ أنا زوجي حمزة حجقي وفي 22 نوفمبر كنا في المستشفى تاع مصطفى على الساعة 8 وتهجموا علينا 21 واحد شرطة وخطفوا راجلي أمامي. ومن هذاك النهار ما سمعت على راجلي حتى يوم 25 جاوا قالوا لي بلي فوالا راجلكم ميت. أنا تهمتهم قلت لهم بلي أنتم ما قتلتوه. كي تهمتهم قلتهم انتم قتلتوه قالوا لي احنا مش ما كاش عندنا، انا عند السيكوريتي ميليتير تاع الدي ار اس. طيب
لميا، رحتوا للشرع، رحتوا للمحكمه، رفعتوا دعوه قضائيه، كيف كانت الامور يعني؟ رفعنا دعوه قضائيه ما قبلوهاش. رحنا عند رئيس محكمه تاع ريسون، ما زادش واجبنا، ومن بعد قالوا لنا بلي الدوسي تاعكم راهو في تريبينال ميليتير، وكي حوسنا نفهموا على الدوسي تاع حمزه وعلاش راهو في تريبينال ميليتير، لاخاطش حمزه ماشي عسكري، ماشي با ميليتير، قالوا لنا لاخاطش كاين دي ميليتير في لافير على بها دينا الدوسي للتريبينال ميليتير. لميا، هو اتهموه بالارهاب، هذه هي كانت التهمه؟ لا، التهمة زعما كي داوها له في العين معجب باش انا يعني هاد الحكايات سمعتهم من عند الدرك الوطني، ما نعرفش ولا صح ولا ماشي صح. قالوا كي قدموا حمزة لعين معجب قالوا بلي حكايته ارهابي بليصة. اي نعم، اي ما نحس أخبر يعني كيفاش داو، لماذا داو حمزة المركز هذا عنتر، وعلاش خطفوه وعلاش عذبوه وعلاش قتلوه وعلاش هما اللي جاو معنا نسموه، وعلاش ممنوع عندنا ندو حمزة للدار نغسلوه ونقعدوا معاه وندفنوه كما كاع الناس، وعلاش هما اللي يدفنوه هما اللي يديروا كلش. وما قدرتوش يعني رحتوا للشرع، رحتوا للمحكمه وما قدرتوش تعرفوا؟ ما كاش شرع، ما كاش، ما كاش حتى شرع، ما كاش. تروح تحوس على البروكيغا ما يستقبلكش، تحوس على الجوج دانستركسيون ما يستقبلكش، تحوس على رياض التنيس ما يواجبوكش، مات في المؤسسه تاع المينيس يقولوا لك يعني الناس صغار بساطة يقولوا لك تعيي في روحك، حبيتي تكتبي ولا تقعدي؟ والان واش معولين يعني؟ يعني انتم حبستوا يعني الاجراءات، ولا التجأتوا ربما للسلطات العليا، ولا حتى تفهموا لماذا زوجك تخطف وشكون اللي خطفوه وش كانت التهمه ولماذا يموت في ظروف غامضه ما تفهموهاش يعني؟ احنا خدينا محامين راهم يجوا معنا، ما حبسناش بصح ما كاش الباب اللي ندقوا فيها ما كاش. سيدة لميا، راح اكيد راح نتصلوا بك في قناة المغاربية في المستقبل القريب حتى نشوفوا اذا كانت كاينه تطورات، كش ما ممكن استقبلوكم في اي جهة حتى يعطيكم الاجابات حول هذه العملية الغريبة، يعني عملية اختطاف من طرف الشرطة ثم صرنا في المخابرات الدي ار اس، مع انه الدي ار اس مش موجودة يعني الان، لكن المصالح الاخرى اللي جات مكانها، ولماذا القضاء لم يتحرك. نشكر جزيل الشكر على هذه الشهادة لميا حجوطي، ابنة الرائد عز الدين، رائد عز الدين المجاهد المعروف، كنت ضيفتنا عبر الهاتف من الجزائر. عموما نحن لا نملك أي حقيقة في هذه القضية، لكن صاحبة الشأن أي تحكي في هذه الرواية، إذا كان جهات رسمية عندها رواية أخرى وعندها حقائق أخرى، نحن سعداء بأن نستقبلها فعلا، يتواصلوا معنا على المستوى الشخصي الصحفيين يعني اللي راهم ناشطين هنا في قناة المغاربية ويهتموا بها الملفات، أو على اللي يرسلونا على الإيميل للمغاربية ويبعثوا أي توضيح يعني. نحن لا نؤكد ولا ننفي شيء لنا نسمع فيه، لكن نجيبوا أصحاب الشأن هما اللي يرويوا هذه القصص التي تقول لبدوي ربما يعيد يعني الحسابات نتاعه عندما يصرح بأن الجزائر هي دولة القانون ودولة المؤسسات. نتابعوا هذا التقرير مشاهدي الأعزاء ونعود إلى ضيفنا العربي زويمية حتى يعطينا تعليق حول هذه الشهادات الثلاثة أو الأربعة، محامي أستاذ متقاعد أخ لصحفي قتل في السجن في ظروف غامضة، وزوجة مواطن يختطف ويقتل أيضا ولا يعطى للأهل أي تفسير. تابعوا معنا. سيادة القانون، الحوكمة، الحكم الراشد،
مصطلحات تبدو على بساطتها ثقيلة عن الفهم، ليس لأنها صعبة ومستعصية، لكن استيعابها بشكل جيد يتطلب معايشة قدر معين من تجلياتها على أرض الواقع. يجب أن يعيش الناس في دولة يسودها العدل ويتساوى فيها الجميع، دولة يكون فيها للدستور والقوانين قدسية خاصة. في دول كثيرة لها ماض عريق مع ممارسة الديمقراطية، يفهم الناس جيدا حقوقهم وواجباتهم دون أن يتلقوا دروسا في فهم مثل هذه المصطلحات المستعصية على مواطني دولة مثل الجزائر. الآن لأبنائنا الأطباء المقيمين نقول بأن أبواب الحوار مفتوحة، ونقول بأن استعمالنا واستعمال مؤسساتنا الأمنية الدستورية خلونا نستعملها في حفاظنا على أمننا وعلى استقرارنا وعلى حدودنا، ومن منطلق احترامنا لأبنائنا المتمدرسين وأبنائنا الطلبة وأبنائنا الأطباء خليونا نتفادى ما يريد البعض أن نصل إليه. يتحدث وزير الداخلية هنا عن بعض الأساسيات التي تتوفر عادة في دول يحكمها القانون، مفترضا أن للجزائر مؤسسات تعمل بشكل جيد، لكن المضربين عن العمل والمحتجين في الشوارع المطالبين بحقوقهم يتربصون بها، يحاولون تقويض الاستقرار ونشر الفوضى، فيبدو كلامه غريبا مستعصيا عن الفهم. هل الجزائر دولة يسود فيها القانون؟ ترتيب لموقع بعض الدول العربية في مؤشر سيادة القانون، وهو تصنيف عالمي تعده هيئة World Justice Project، يظهر جليا أن دولا عربية كثيرة تحتاج إلى عمل جبار لتعزيز سيادة القانون فيها، وبينما تذيلت مصر القائمة غابت الجزائر نهائيا عن التصنيف. يقول معدو التقرير إنها من البلدان المستعصية عن الدراسة. الجزائر حالة فريدة من نوعها، دستورها ديمقراطي، ديمقراطية على الورق فقط. الفصل الثاني، الشعب. المادة السادسة، الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. المادة السابعة، السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. هذه بعض من مواد الدستور الجزائري تنص بشكل صريح على أن الشعب هو مصدر كل السلطات، لكن هل فعلا هذا مطابق للواقع؟ ها هم الأطباء والأساتذة وغيرهم يخوضون معركة طويلة من أجل تحصيل حقوق مهنية واجتماعية يكفلها الدستور، لكنهم لا يجدون مؤسسات فعلية يتحاورون معها. البرلمان لا يقدم ولا يؤخر، وفي الآونة الأخيرة زاد انفصاله عن الواقع بحكم أن نسب التزوير في الانتخابات العامة التي أفرزته وصلت حدودا قياسية. كذلك الأمر بالنسبة للهيئة التنفيذية أو الحكومة، حيث أن تشكيلتها خرقت كل الأعراف السياسية وأصبحت تتألف من أحزاب لا برامج سياسية واقتصادية واجتماعية لها، أحزاب تتنافس على تطبيق ما تسميه ببرنامج الرئيس الغائب. فأين هي إذن سيادة القانون ومؤسسات الدولة التي يتحدث عنها وزير الداخلية؟ هل الأطباء والأساتذة المحتجون في الشارع هم من يشكلون خطراً على مؤسسات لا وجود لها أصلاً إلا من خلال التسميات والمباني التي تشغلها؟ مجلس دستوري تحايل على الدستور وجعله مطية للرئيس يعدله متى شاء، محاكم تتفرج على فساد استغوله وأصبح يتجول جهارا نهارا في مفاصل الدولة ولا تحرك ساكنا، برلمان ومجالس بلدية وولائية لا تمثل الشعب إلا من خلال التسمية، وأغلب أعضائها يبحثون عن مصالحهم الشخصية قبل المصلحة العامة، إدارات ووزارات يسكنها الفساد والسطو على المال العام. ولو أن كل هذه المباني استغلت في إيواء المذبوحين بأزمة السكن لكان أفضل كما يقترح البعض.
أستاذ العربي زويمية، استمعنا إلى شهادات من عبد القادر طاملت ولميا حجوتي وأيضا الطاهر بن الأخضر وأيضا الأستاذ عمار خبابة، مؤشرات ربما هل تكفيك للحديث عن دولة اللا قانون في الجزائر وإلى أين نحن ذاهبون بهذا الازدواجية بين الواقع الموجود وخطاب السلطة المنفصل عن هذا الواقع؟ فقط سي سليم شوية حرت في قضية تمالت، يعني أنا حرت كيفاش يعني واحد يموت مش كل بلا والأسرة تاعه والدفاع تاعه ما يدبوزيش بلانت au niveau de Londres au niveau على مستوى بريطانيا، لأن واحد أتسمعوني؟ أسمعك هناك انقطاع. نعم أوكي، قلت لك يعني واحد يموت وما كان حتى بلانت au niveau تاع لا غروند بريطاني، موت واحد مات أمه، يعني أمه راحت تهلكت خلاص، يعني العائلة دمرت بفقدان ابنها في الموت، ما كان حتى وش اسمه جوتيليز تو لي مويان ولي مويان هو كان ديبوزي بلانت كونتر عبد العزيز بوتفليقة كونتر دي ار اس كي لا اونلفي اي كومبري جيت صالح اي طرطاط تروا سي لوح اي كات لو بريمي مينستر هذاك تاع طوماتوس هذوما دي كار دوفت تتر توني ريسبونسابل personnellement بخاف النظر مرتبطين بالدوله حتى تكون 99 سنه تولي دعس والغبره سي ان برينسيپ il y avait une possibilité de déposer plainte en Grande-Bretagne راحوا له بعثوا له زوز فرختوا له داره في بريطانيا كسروا كلش وفي دارهم جو سي با ودفنوا الطفل اوكي السيد هذا دار انفراكسيون سب بوتفليقه اوكي بوتفليقه او تسب تشيني وما ادراك واللوبي تكسون وما ادراك والله الكلام اللي تقال على تشيني بعيني في نيويورك والله ما يتقال بصح ما شش اللي جابت امه يحرك واحد يا خويا سب كان اي ديسبوزيسيون في السي في بكري كان الانسان يشتم انسان ياخذ سيفه هو يذهب ليقتله هذه وقت الجاهليه تطور القانون فو باي فو دوموندي ريباراسيون شتم يعني شتم هذا بوتفليقه وشتم الناس قال شاوي وطاح في المقرو ما قالهاش شاو طاح في المقروض هو اللي طاح في المقروض ها باسكو قلب الدوله اقطاعيه نزيد نتكلم على الاخت انا ما نعرفش القضيه او ديتاي هذه مي سي كي كي اون فيلي مسيو شكون هي ده دي ار اس ثاني مازالت لا بوليس مي كي داو وين وين داو وشكون اللي قالها ومات مي جوستومون لي جون لازم يدافعوا على 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 ابنائهم انا نقول اخي توت لي زونكي à la corruption. Et la majorité, ils disent quelque chose. C'est des milliers de cas. Elle nous fait. Et ils rigolent. Le chemin de fer dans le secteur de l'autoroute et les accessoires roule mais elle n'a pas entré le sijen docteur في فرنسا هو باع الفو دكتور وهو زيرو لم يتحصل ابدا على دكتوراه في فرنسا في وزاره التعليم العالي في وزارات كما الفلاحه ما وقع في الفلاحه يا اخي انا فت على سطيف انا كنت في سطيف فت على سطيف وطيح في واحد المكان في الديوان هذاك تاع اللي يمد الاكل للحيوانات عم بالك انشل انارم ايزوم دمروا البلد لان اللحم ولا 160000 170000 علاه اللحم وقع لانهم ما ديفلوبوش الماكله تاع البيطاي وعلاه ما ديبلوهاش باسكو داو الصوارد قدام فوندير في لاغريكولتور يا اخي هالبلد هذا اللي واحد يهز في السيكتور دو تيليكوم تاع هذيك فرعون اللي جايه بيستون باسكو الكون سعيد وبن خبريت باسكو بنت عم فرعون اللي تعرف بنت عم الزهره تاع السعيد بنت فاطمه تاع بوتفليقه ويدخل فيها عما الاخر عمرتو سي سي بي هذا بي يعني واش اسمه احنا فقط احنا مش قاعدين نقولوا للناس هذوما لي ميدسان نولي فيليسيتون احنا ما قلنا لهمش ارواحوا اسمه احنا نقولوا لهم
دلالين خير قال دافع عن الصالير تاعك فقط هذه كلمة شرف صحيح طيب نعم يعني هذه النقطة اللي حنختموا بها لا بريز دو كونسيونس هل تعتقد انه عند الشعب بدات هناك صحوة للدفاع عن الحقوق والإثبات بالدليل بأنه ما احناش في دورة قانون ويجب النضال من أجل دورة القانون؟ هذا هو السؤال. لكن قبل ذلك يعني هناك مشهد وقع اليوم في بسكرة مع ويحيى استغرب منه الكثير. يعني ويحيى رئيس حكومة وفعلا راح يعني كأمين عام للأرندي بهذا الكاسكيت، لكن الناس صفروا له شاوتي في القاعة، وهي نقلة نوعية ما شفناش من قبل. نتابعوا هذا الفيديو ثم راح نسألك حوله. كل الوطنيين في الجزائر عاشوا ألام كفاح الإرهاب الهمجي في العزلة العالمية التامة، ليس فقط من الخصوم بل من الأصدقاء والأشقاء. نعم إخواني، كذلك العديد من أبناء التجمع ومن مؤسسين وعن مؤسسين هذا مع المعرفة في عمق من الشارع في الفوضى، فوضويين غنوا لهم فوضويين 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 فوضويين. قلت إخواني هذا من الحلفاء سي العربي. هذا لم يحدث من قبل، يعني نعرف كيف هي الأمور في الجزائر. هذه قاعة في بسكرة وجليها ويحيى جاء كأمين عام تاع أرندي، وهو اجتماع الأرندي، لكن هو يبقى أنه راه وزير أول والديسبوزيتيف سيكوريتير نزل وكل ما لازم، لكن مع ذلك يدخلوا مواطنين للقاعة ويعبروا عن غضبهم أمام ويحيى في مشهد جديد. أنا نأكد أنه مشهد جديد. هل يعطيك مؤشر مع كل الاحتجاجات اللي شفناها وكل هذاك الإرادة أنه الناس طالب الحقوق نتاعها، هل تعطيك مؤشر أنه فعلا كاين وعي، كاين بريز كونسيونس عند هذا البوبيلاسيون؟ فقط تبارك السي سليم، we have two things to avoid. يعني عندنا زوز حوايج نيفيتيهم. المنزل نشوفوا فيه راح ينهار. Nous avons les éléments de comparaison à la benne. Nous avons les éléments de comparaison. Nous avons les éléments d'analyse aussi. راح ينهار. يبقى هالنظام هذا سينهار. نريد أن نعدل المنزل، تكون شوية مشكلة في فوضى سينهار. يعني عدونا الوحيد، اثنين أعداء، هذا النظام العدو، والثانية هي الفوضى. أجير فريمون افيك بريسيزيون، لأن عندنا 20% دو مانوفر باش نقدروا نفوتوا في الباساج. تمنيت يعني ونحيي جماعة بسكرة وهذا هذا السيد هذا، يعني نقول لك جو سور دو كادر دو ديبا، تلمون نكره البشر هذا، أقسم بالله جافي واحد القطرة لانتونسيون كون لقيت دو ريغلي سا افيك لوي أون كو دو بوان، تلمون نكرهو. عم بالك باسكو جو مرابيل دو حاجه مش مليحه، هذا السلايف ذيس جاي هذايا عبيد المنزل. اتمنى من جماعه بسكره المره القادمه يكون يجي حل فمو مع السنديكا دو كريم نتاعو، فهمتيني؟ افيك لا لي راماسي لي شرابو هذوما اللي راندي يطيشوا في سيدي الزرزور قصاص الويدان، فهمتيني؟ بعلاه خدمة ما تديه الجاله باسكو ايزون في دو مال ا سو بيي، داروا لو مال في بيي، حطوه هالبلد هذا ويضحكوا علينا، يضحكوا علينا نو سوم ريزي. هل تتصور جردي سي جورج واشنطن يكن دي لتر يل كوني كو دو موند مسلمان كو لالجيري؟ والله ربي اليزابيث بروميير بعثت لو برومي كونسول او موند سيتي الجي، وين يقولوا علينا بكري نو سيتون لي بروميير في لو موند مسلمان ا مونجي الباتاتا الفريت؟ والله ما راكو واحد قبلنا، بس
parce qu'on a piqué un bateau à l'Espagne. Ils gueulent les pirates. Nous bien, nous avons les étions et les premiers parce qu'on a piqué un bateau. Quand on a en Espagne, on a tiré au fil des choses, des machines, voilà qui nous a dit à Rice, comme par exemple Rice, l'Algérie. هذا البلد الذي ماتوا عليه الناس بزاف قتلت الناس الضحات يعطوه البوتفليقة يعطوه البوتفليقة ويعطوه الناس كما عمرتو تعطيلو تيا لا تاع تاع ريغولاسيون تاع لوديو تاع تيليكوم مع البداية باش يجي يخليه يخليك جيزي المرة اللي فاتت ونكمل لك نعم عمرتو يتكلم على الاقتصاد كدي يسار L'économie, c'est l'économie, va être l'économie de façon à ce que l'histoire a demandé à ce que l'économie pour des ressources de l'économie déjà. Il chavat. Dès que le Marmarto, il s'agit de quoi? L'ouh. القضية رقم 6-7 في الإجراءات الجزائية يكيف القاضي بعد التكييف لكنه لا. أكل القضية فلا مجال أن تكيف وعلى أساس واحد الهضرات عم بالك في الوقت لكل العالم والله لكل العالم يجري On avait les moyens. Mais qu'est-ce que c'est le doula ou c'est quoi? خليني هذه برك دوس. في ثواني. Doula هو نعم. هو le regard. كي عندها le regard باش l'imagination. تكون l'imagination et on avait les moyens de l'imagination باش نقدروا نستبقوا هنا ورانا مضحكة مع بوتاف بوتفليقة عبد العزيز وفي 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 باطيمة شفت لافيش نتاعو اكثر من باطيمة. كيما السونغ ما دارهاش. نشكرك جزيل الشكر سيد بدوي. سيد العربي زويمي على هذا الرد على بدوي وزير الداخلية الجزائري الذي قال بأن الجزائر هي دولة القانون ودولة المؤسسات أذكر بأنك الإعلامي المحلل السياسي كنت ضيفنا عبر خدمة السكايب أيضا كنت أود أن أسمع من الأستاذة حدى حزام مديرة جريدة الفجر التي وافقت المشاركة معنا لكي تعطينا وجهة نظرك لم نتمكن من التواصل معها هاتفها مغلق الدكتور محمد الطاهر دريدي أيضا طبيب مختص في العلاج بالأشعة أيضا لم نستطيع التواصل معه في هذه الحلقة الأستاذ عبد الغني بادي المحامي والناشط الحقوقي أيضا وافق بأن يشارك معنا لكن لم نتمكن أيضا من التواصل معه ولا نعلم السبب هو في الخطوط أم في الهاتف على العموم نشكر كل ضيوفنا اللي حضروا اللي أعطوا واحد الشهادات ربما قد تخلي الوزير بدوي والجماعة في السلطة يسمعوها ويصحوا ما يمكن إصلاحه على الأقل في الكوبورتمون تاعهم يعني التصرف تاعهم الإعلامي حتى لا يكون مغالط للرأي العام ما حدث ليحيى نحن عرضناه اليوم لأنه هو حدث جاء في السياق لكن سنعود إليه إن شاء الله في حلقات قادمة لكي نفهم ما هذا التغيير في المشهد مع هذا الرجل ومع حزب الأرندي ما الذي يحدث داخل دواليب المنظومة الشكر موصول إليكم مشاهدينا الأعزاء ألقاكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت مع مشهد آخر من مشاهد الجزائر إلى اللقاء